الصلاة بتحل المشاكل على فكرة كلها. يعني في آية في القرآن: إن الإنسان خلق هلوعا. ربنا اللي خلق الإنسان بيوصف الإنسان فبيقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. لما بيحصل له حاجة يعتبرها هو وحشة شر بيجزع، يعني عكس الصبر. ليه يا رب وإزاي وبتاع، يبتدي بقى يزعق في الناس اللي حواليه ويعمل حالة الجزع دي. وإذا مسه الخير منوعا. طب ويجي له الخير، والخير من معانيه هنا المال والثروة وغيره من المعاني بتاعته، منوعا يعني بيمنع الخير، عشان كده ربنا بيقول مناع للخير. فيجي له الشر يجزع، يجي له الخير يمنع. بعدين ربنا بيقول ايه؟ إلا المصلين. استثنوا تماما بقى، استثنوا من الصفات الوحشة دي كلها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. عكس عن صلاتهم ساهون، على صلاتهم دائمون. الدوام على الصلاة، المحافظة عليها في السراء وفي الضراء. بسجد بسجد، فاتتني صلاة بفتكر بقضيها. طب الواحد بعد ما يكون قطع الصلاة ورجع يصلي تاني، في نتيجة مباشرة ممكن يلاقيها، ولا مش مفروض الواحد يفكر بالطريقة دي، خليها على الله وربنا يسهل والنتيجة المباشرة دي تبقى يوم الحساب ان شاء الله؟ فيه ومش المفروض تفكر فيها في الاثنين. الاثنين. ايوه صح، مش المفروض تفكر فيها زي ما انت قلت بالظبط. سيبها على الله سبحانه وتعالى، احنا مش بنعبد عشان نتائج. بنعبد ربنا عشان هو ربنا سبحانه وتعالى. ده ملف، مش هقول مثلا انا صليت اهو فين بقى بالظبط، لان احنا مش بنطلب كده. وعشان كده الحديث بتاع انه يستجاب لاحدكم الدعاء بتاعه ما لم يعجل. فقالوا يعجل يعني يقول ما انا دعيته فين بقى اللي انت بتقوله بالظبط ده، ما انت انسان يعني. انت يعني حتى لو انت ما بتعرفش الروايه دي انت انسان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيعبر عن، هو سيد الانسان يعني سيد بني ادم والناس، فبيعبر عن حاله الانسان. في رقم واحد، بيبقى فيه اتنين مش المفروض تسال عنها، احنا مش بنعبد ربنا بشروط. ثلاثة من اللي ممكن ياجلها سؤالك عنها وبحثك عنها. فعلا من اللي ممكن يأجل النتائج اللي انت نفسك فيها. انك استعجلت زي كده ما يكون عيل صغير ولحوح وزنان. ده نوع من الالحاح الغلط. طبعا لكن الالحاح في الدعاء والثناء على الله يا رب يا رب يا رب، ده نوع الالحاح اللي ربنا بيحب يسمعه. واحيانا ربنا بيأجل اعطاء العبد مسألته، الحاجة اللي العبد طلبها. بيقول الملائكة استنوا قبل ما تقضوا الحاجة دي له، لانه بيلح عليا واني احب ان اسمع صوته. حاجة دي نوع الحاح تاني بقى. الحاح تاني.